بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من كان كله لله، إذا تكلم أو سكت فلله، وإذا سالم أو حارب فلله. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم وملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، والذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، والذي يأتي في إطار نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشرف إن شاء الله بنقله لحضراتكم عبر شاشة قناة النيل الثقافية من التلفزيون المصري. يقول المولى سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الزكاة في الإسلام ليست مجرد عمل طيب من أعمال الخير والبر، لكنها ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الكبرى، وعبادة من عباداته، وعمود من أعمدته، يوصم بالفسق من منعها. فليست إحسانا اختياريا ولا صدقة تطوعية، إنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي، وهي في نظر الإسلام حق للفقراء في أموال الأغنياء، وليس فيها أي معنى من معاني التفضل بمن يخرجها على من يعطيها له. في هذه الليلة، الليلة الثامنة من ليالي شهر رمضان المبارك، نشرف أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد الشيخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة. كما نشرف أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية، فأهلا بهما ومرحبا. ونبدأ إن شاء الله بالذي هو خير، وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير يتلو ما تيسر له من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا
فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشد داء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. والآن الحضور الكرام، في هذه الليلة الثامنة من ليالي شهر رمضان المبارك نستمع منصتين إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد الشيخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين. يا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما اهتزت الأثلات من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله، ما لاح برق في الأباطح أو خفا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد يثربا. يا رب صل على النبي وآله، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه
صلوا عليه فما أحق وأوجب. وبعد استئذاني من حضرة النبي الصاحب الأول لهذا المقام أقول: وما توفيقي إلا بالله. معاشر السادة، حياكم الله تبارك وتعالى وحيا خطاكم ومسعاكم، ونسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أنه كما جمع بيننا هنا في الدنيا على طاعته أن يجمع بيننا هناك يوم القيامة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لمن نظر وأطر لهذا الملتقى الفكري الإسلامي الذي يحارب الأفكار المتطرفة ويعيد لمتنا وجمعنا حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف وعلى رأسها هذا الوزير الهمام الذي يسابق الوقت في تثقيف الشعب المصري. ثانياً، هنا وعلى خطوات من الرأس الشريف من أبي عبد الله الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمن الله تبارك وتعالى لنا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحديث. فالزمان ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان المعظم الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن الكريم، فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والمكان مسجد سيدنا ومولانا الحسين أبي عبد الله، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة. وشرف الحديث، نرجو أن يحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. عندنا في اللغة العربية نوعان من الفعل: فعل لازم وفعل متعد. يعني ايه فعل لازم وفعل متعد؟ في اللغة العربية بيقولوا: الفعل اللازم هو الذي يكتفي بمرفوعه، يعني فعل وفاعل ولا يحتاج إلى مفعول، تأثيره ضعيف. أما الفعل المتعدي في اللغة العربية فهو يدخل ضمن جملة تتكون من فعل وفاعل ومفعول أول، وقد يكون هناك مفعول ثاني أو مفعول ثالث. زي إيه؟ أقول: قام محمد، ده اسم فعل لازم مفيش مفعول به. ضحك محمد، ده فعل لازم. جلس محمد، فعل لازم. لكن لما أقول شرب محمد أبدأ أسأل: هو شرب إيه؟ اللي يقول شرب الشراب أو شرب الماء أو شرب كذا أو شرب كذا. الخلاصة أن الفعل منه لازم يكتفي بمرفوعه، ومنه متعد يؤثر في كثيرين. العلاقة مع الله تبارك وتعالى على هذا النحو: هناك أفعال لازمة يعني مفعولها ومردودها وثوابها فقط لفاعلها لا يتجاوز فاعلها، كقراءة القرآن الكريم، كالصلاة إلى الله تبارك وتعالى في جوف الليل،
الصيام، العمرة، الحج، كل هذه العبادات بنسميها عبادات أفعال لازمة، يعني مردودها فقط على صاحبها. وهناك نوع من العبادات هي أسمى درجة عند الله تبارك وتعالى، عبادة ينتفع منها الآخرين أو ينتفع منها الآخرون، زي عبادة الزكاة، لأن الزكاة لا يقتصر نفعها على فاعلها، ومردودها يعود على فاعلها وعلى المجتمع بأسره، ولذلك حق لها أن تكون من العبادات السامية التي فضلها الله تبارك وتعالى. ولا عجب أن نرى القرآن الكريم يشير إلى الزكاة في حوالي أكثر من 80 آية جاءت مقرونة بالأمر بالصلاة، وجاء الأمر بها منفردا، وأنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقكم الله، إلى آخره. وردت أكثر من 80 مرة في كتاب الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأهميتها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بجوار الكعبة كما يروي أبو الدرداء، ويقول: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. فقال أبو الدرداء: من هم الأخسرون يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، الأغنياء، إلا من فعل هكذا وهكذا وهكذا، أي أنفق على عباد الله تبارك وتعالى، لأن المال هو مال الله تبارك وتعالى، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المتدبر لآيات القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم ما فيهوش ولا آية تقول وأعطوا الزكاة، كل الآيات التي وردت في القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، إن الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فما علة اقتران الزكاة بالإيتاء دون الإعطاء؟ لما بحثنا في اللغة العربية وجدنا أن الإعطاء يختلف عن الإيتاء. الإعطاء يكون عن مسألة سألته فأعطاني، لكن الإيتاء يكون عن غير مسألة. نفهم إيه من الكلام دوت؟ نفهم أن الزكاة لا ينبغي على العبد أن ينتظر حتى يأتيه الفقير فيسأل عن حقه في ماله، لا، الزكاة معك أمانة، لابد أن تبحث أنت عن الفقير، لأننا كما يقول العلماء ومشايخنا: إن حاجة الغني للفقير أشد من حاجة الفقير للغني، حاجة الغني للفقير أشد من حاجة الفقير للغني. لماذا؟ الفقير يحتاج أكل، طعام، شراب، كسوة، كده كده حياكل، وما فيش حد كما يقولون بيبات من غير عشاء، هيرزقه الله تبارك وتعالى. إنما الغني يحتاج أن يحول نقوده وأمواله إلى عملة يصح التعامل بها يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو قبر أحدنا بما يملك من أموال الدنيا، بأموال قارون، ما تنفعش يوم القيامة. هب أن رجلا ذهب إلى بلد لا تتعامل بالجنيه المصري ومعه من الملايين، لا يستطيع أن يأكل ولا يستطيع أن يشرب ولا يستطيع أن يعيش حياة سوية مع أنه معاه ملايين. لماذا؟ لأن هذه البلدة ببساطة لا تتعامل بالجنيه المصري، يلزمه أن يمر على صراف أو صرافة تحول له هذه العملة إلى عملة يصح التعامل بها. أهو الفقير بالنسبة للغني كهذه الصرافة. لو حشر الغني بجميع أمواله يوم القيامة ما نفعت ولم تنجه من عذاب الله، لابد أن يمر على فقير فيحول له هذا المال إلى حسنات، حتى يحق قول الله تبارك وتعالى:
لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الزكاة والصدقة معنيان مترادفان، لكن الصدقة عندنا هي أشمل من الزكاة. الزكاة فقط لها شروط تجب على المسلم البالغ العاقل الذي حال الحول على ماله وتجاوز ماله النصاب، ونسبة الزكاة هي نسبة مقطوعة. أما الصدقة فهي أشمل، قد يتصدق الإنسان من ماله فوق ما فرضه الله عليه، وقد يتصدق الإنسان من صحته، وقد يتصدق الإنسان من عقله أي من مشورته، ويتصدق الإنسان من علمه، وهي ما عناها الله تبارك وتعالى: أنفقوا مما رزقناكم. رزق الله تبارك وتعالى ليس مقصورا على المال وحسب، قد يرزق الله أحدنا مالا، وقد يرزق آخر صحة، وقد يرزق آخر علما أو عقلا رشيدا. فينبغي على كل من أعطاه الله نعمة أن يتصدق منها وأن ينفق منها رجاء أن يكرمه الله تبارك وتعالى، لأنه ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرء يوم القيامة تحت ظل صدقته. يوم القيامة، هذا اليوم الذي تدنو الشمس فيه من الرؤوس، ويعني الكل يشرئب إلى انفضاض الحساب، والكل يتطلع إلى رحمات الله تبارك وتعالى، تيجي الصدقة كده وتظلل صاحبها، فكل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة من يا رسول الله؟ قال: رجل تصدق بيمينه فأخفى، فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. من آداب الصدقة والزكاة ألا يبتغى بها إلا وجه الله تبارك وتعالى. إحنا لا نعامل الفقير، إحنا لا نعامل الناس من أجل أنهم فقراء، نحن نعامل الفقراء لأنهم وصية الله، لأنهم أوامر الله تبارك وتعالى علينا. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على سيدنا النبي، كان يدخل على السيدة عائشة فيجدها تعطر الدينار والدرهم، فيسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تتصدقين به يا عائشة؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فلما تعطرينه؟ قالت: يا رسول الله، لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل. تتجاوز الناس، هي تعامل الله تبارك وتعالى. بل ورد أن السيدة عائشة والسيدة أم سلمة كان لهما غلام يسمى معروف، فكان ستنا السيدة عائشة ترسل معروفا بالصدقات، بس كانت تعمل حاجة غريبة قوي، تقول له: يا معروف. نعم يا سيدة، ستنا السيدة عائشة تقول له: اذهب بهذه الصدقة إلى فلان الفقير وانظر ماذا يقول، لو قال أي كلمة تعال بلغني. فيذهب معروف بصدقة السيدة عائشة وصدقة السيدة أم سلمة إلى أحد الفقراء، فالفقير يدعو لستنا السيدة عائشة: اللهم اغفر لها وارحمها واخلف عليها وبارك لها فيما رزقتها. شيء طبيعي. فيرجع معروف ويبلغ السيدة عائشة بهذه الكلمات. تعمل إيه السيدة عائشة؟ ترفع السيدة عائشة يدها إلى السماء وتدعو للفقير بمثل ما دعا لها، نفس الدعوات اللي بلغها لها سيدنا معروف تدعو بها السيدة عائشة. لمين؟ للفقير اللي أخذ الصدقة. فسيدنا معروف واقف مش مستوعب الموقف، يقول لها: يا ستنا السيدة عائشة، يا أم المؤمنين، أعطيناه صدقة فدعا لك، فلماذا تدعين له؟ قالت: يا معروف، هذه بتلك، دعوة بدعوة حتى تخلص صدقتنا مع الله تبارك وتعالى، حتى يظل
ثواب صدقتنا لا يجازين بها إلا مين؟ إلا الله تبارك وتعالى. من آداب الصدقة أن يتخير الإنسان أفضل ماله، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وآخرا أن يتصدق الإنسان ولو بالشيء اليسير. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة جارتها ولو أن تهدي لها فرس نشا. يعني ما حدش يستصغر الصدقة حتى ولو بالكلمة الطيبة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن على كل مسلم مع كل فجر 365 صدقة بعدد مفاصله. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يتصدق به، مين اللي يقدر يتصدق يوميا ب365 صدقة؟ قال لهم: لا، الصدقة مش بس مال، الصدقة أنواع كثيرة: قول بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولذلك إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن أخلاقكم، كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا يقولون: اعملوا الخير فإنكم لا تدرون بأي عمل تدخلون الجنة. أختم بهذه القصة القصيرة. سيدنا الإمام الشبر أبو عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ورد أنه لما قبض، لما توفي، جاء لأحد تلاميذه بعد عامين من وفاته، قالوا كده في المنام، فتلميذه يقول له: يا أبا عبد الله، ماذا فعل الله بك؟ قال: يا فلان، لقد رحمني الله عز وجل. قال: بما رحمك الله يا أبا عبد الله؟ عشان نقول ما حدش يستصغر أي صدقة ولو أن تبتسم في وجه أخيك. قال: يا أبا عبد الله، فبما رحمك الله؟ قال: يا هذا، والله لقد أوقفني الله تبارك وتعالى أمامه مشافهة مكافحة، فسألته: بما رحمتني يا رب العالمين؟ فأجابه الله: يا أبا عبد الله، أتدري بما رحمتك؟ قال: يا رب، بصلاتي وزكاتي وحجي وعمراتي. قال: لا. أتدري بما رحمتك يا أبا عبد الله؟ قال: يا رب، بمجالس الذكر وقراءة القرآن الكريم وتعليم الناس العلوم. قال: لا. أتدري بما رحمتك يا أبا عبد الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. بما رحمتني يا رب؟ قال: يا أبا عبد الله، أتدري يوم كذا وليلة كذا، يوم أن كنت وليلة أن كنت تسير في طرقات بغداد، وكانت ليلة باردة شاتية، فوجدت هراً قطاً كاد أن يقتله البرد من التعب ومن البرد ومن الجوع، فأخذته يا أبا عبد الله في كمك فأدفيته وأطعمته وسقيته، ثم أطلقته، بهذا قد غفرت لك يا أبا عبد الله. اعملوا فإنكم لا تدرون بأي عمل تدخلون الجنة. نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا في رمضان البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يبلغنا عفوه ورحمته ومغفرته وعتقه من النيران في شهر رمضان. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد الشيخ، ويعني شكرا جزيلا لفضيلتك أن علمتنا أو ذكرتنا ما قاله صلى الله عليه وسلم وهو في الكعبة، وهو يدعو ويقول: هم الأخسرون ورب الكعبة، علنا ننتبه. أيضا يعني أن ذكرتنا بحاجة الغني للفقير التي هي أشد من حاجة الفقير للغني. ما زلنا مع حضراتكم الحضور الكرام، يعني نسعد ونأنس بهذا الجمع الطيب
اللهم تقبله يا رب العالمين في من عندك. الآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وفخرنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن سيدنا ومولانا الإمام الحسين، وعن آل بيت النبي الكرام الطاهرين، وانفعنا بهم وصلنا بهم وصل خير وبركة في الدارين، آمين. وبعد، فإن الزكاة عباد الله من أجل الأركان التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وهي أحد أركان الإسلام الخمس، كما في الحديث الشريف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الزكاة عباد الله فيها تخلية وتحلية، تخلية وتحلية، تخلية من كل قبيح، وتحلية بكل جميل صحيح. أجل ما قيل في الزكاة قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلوا على سيدنا النبي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة تعمل على تخلية المجتمع كله من كل الأخلاق الذميمة، وفي نفس الوقت تعمل على تحليته بكل الأخلاق الحسنة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالزكاة تعمل على تطهير الغني، الزكاة بتطهر الغني وبتطهر مال الغني. فالزكاة هنا بتعمل حاجتين: بتشتغل على المال فتطهر المال، وتشتغل على الشخص نفسه فبتطهره. بتطهر المال ازاي؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فكل مال أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا، علينا أن نعلم أن في هذا المال حق لغيرنا، لا بد من إيصال هذا الحق إلى أصحابه، لازم ند الحق لأصحابه، عشان المال المتبقي عندنا يبقى مال طاهر، مال زكي. طب لو حصل العكس، لو أنا ما خرجتش زكاة المال بتاعي، يبقى الزكاة هتبقى في هذا المال فتهلكه وتفسده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بقيت صدقة في مال إلا أهلكته. أنا معايا 100,000 جنيه، المفروض أخرج الزكاة 2.5%، 2,500. لما بخرج الألفين ونص دي، لما بخرجهم بيشتغلوا على تطهير المال، بيبقى المال عندي طاهر ما فيهوش أي مشكلة. لكن لو أنا أبقيت على الـ2,500، ما رضيتش أخرج الزكاة بتاعتي، فيتحقق فيها قول النبي: ما بقيت صدقة في مال إلا أهلكت. المال ده مش مالك أنت، ده مال الفقير، فلازم تخرج المال ده لصاحبه. إذن الزكاة بتعمل تطهير للمال، وفي نفس الوقت الزكاة تعمل على تطهير الشخص الغني اللي عنده فلوس. طب الزكاة بتطهره ازاي؟ بتطهره من الشح والبخل بماله على خلق الله سبحانه وتعالى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وفي نفس الوقت الزكاة تطهر الفقير، وتعمل على تزكية نفسه وتطهير روحه. الزكاة بتطهر الفقير من ايه؟ من الغل والحقد والحسد على الأغنياء. لما الغني يدي المال بتاعه للفقير، الفقير مش هيحقد عليه، مش هيحسده، مش هيدعي عليه، بالعكس ده هيدعي له.
وفي نفس الوقت يتحلى الفقير بخلق المحبة والمودة والألفة لهذا الغني. إذن الزكاة لما ربنا فرضها علينا فرضها لتعمل على تطهير المجتمع بأسره، غنيه وفقيره. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في نهاية الآية الشريفة تأتي بقى النفحة العظيمة والجايزة الكبرى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الخطاب هنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصل عليهم يعني ادعو لهم يا رسول الله. وبالتالي من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه السكينة، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لذلك تجد الرجل الغني الذي ينفق ماله والذي يخرج زكاة ماله دائما ما يشعر بالسكينة والطمأنينة وراحة البال وراحة القلب، ولا يعول هما في دنياه، لأنه قد نالته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن فلسفة الزكاة قائمة على تطهير المجتمع بأسره، تخلية المجتمع من كل الأخلاق الذميمة وتحليته بكل الأخلاق الجميلة الصحيحة. في الحديث الشريف سيدنا النبي يقول: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. إذن من وظائف الزكاة أن هي بتحصن المال، بتحفظ المال. حصنوا أموالكم بالزكاة، عايز ربنا يبارك لك في مالك خرج الزكاة بتاعته. طيب عايز ربنا يشفي لك المريض اللي عندك أكثر من الصدقة. وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. لما ينزل عليك بلاء أو تكون في محنة أو تكون في شدة وعايز ربنا يرفعها عنك، استقبل هذا البلاء بالدعاء والتضرع، مش بالضجر والزجر والسخط والشكوى. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لن تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق آجل أو عاجل. إذن الزكاة بتعمل على تحصين المال، والصدقة بتعمل على شفاء المرضى. من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. المال اللي ربنا أعطاه إياك فيه خير وفيه شر، عايز شر المال يذهب عنك لابد من إخراج زكاته. من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. أما الذين يبخلون بأموالهم لا يحسبون أن ذلك هو خير لهم بل هو شر لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى لما حدثنا القرآن الكريم عن عذاب أهل النار: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ليه؟ جمع القرآن الكريم بين أقبح صفتين، بين أقبح صفتين ممكن أن يتصف بهما الإنسان من حيث العقيدة: الشرك بالله سبحانه وتعالى، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ومن حيث الطبع: البخل على خلق الله عز وجل، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. على الغني أن يستشعر المنة من الفقير عليه لا العكس، كما قال أستاذنا دكتور عبد الشافي: لازم الغني يستشعر أن الفقير صاحب المنة عليه مش العكس، مش الغني هو اللي صاحب المنة، لأن الغني هو الذي يحتاج إلى الفقير. الفقير ده هو البوابة بتاعتك للجنة إن شاء الله. إذا قبل منك الزكاة وأخذ منك الزكاة وأخذ منك الصدقة كان ذلك سببا في مرضاة الله عليك. طيب اللي ما معاهش فلوس يزكي، هل أغلق الباب أمامه؟ هل ربنا قفل الباب قدامنا؟ ما معناش فلوس فنعمل إيه؟ فتح الله سبحانه وتعالى أمامنا باب الصدقة، وهو باب واسع. والصدقة ما فيهاش كم معين، إنما الصدقة يشترط فيها الإخلاص ولو بشق تمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب والله تعالى لا يقبل إلا طيبا.
فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني الفرس الصغير أو المهرة الصغيرة، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. يبقى إذن الصدقة باب واسع جدا جدا لمن ليس معه مال. إذا أردت مرضاة الله عز وجل والقرب من الله فأكثر من الصدقة، ولو بشق تمرة، ولو بتمرة، بس المهم تكون من كسب حلال وتكون بنية خالصة صادقة لله سبحانه وتعالى. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لازم يكون عندك أو ليك صدقة خفية بينك وبين ربنا ما حدش يعرف عنها حاجة. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. طب أتصدق بأديه؟ بأي حاجة، بما تجود به، بما يفتح الله سبحانه وتعالى به، يعني المهم إنك أنت تتصدق. وحبذا لو كانت الصدقة وردا يوميا لك، زي ما بنعمل كده أوردنا من القرآن ومن الأذكار ومن الاستغفار والصلاة على النبي. لازم يكون لنا ورد يا جماعة ثابت من الصدقة ولو بجزء قليل. عندما يقبض الله سبحانه وتعالى روح الإنسان فيتمنى الإنسان أن يعود، لماذا يتمنى أن يعود؟ عشان يصلي؟ عشان يصوم؟ لا، عشان يتصدق. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لماذا ركز على الصدقة؟ ليه ما قالش عشان أصلي، عشان أصوم، عشان أحج؟ ليه اختار الصدقة؟ لأن الصدقة زي ما أستاذنا قال من الأفعال المتعدية. في فرق إن أنا بعمل فعل قاصر على نفسي ثوابه هيعود لي أنا، زي إن أنا بصلي أو بحج أو بقرأ قرآن، أو في فرق التاني بين العمل اللي ثوابه متعدي، أنا بدفع الصدقة فبنفع بها غيري. فأعظم الأعمال عند الله ما كان نفعها يتعدى من صاحبها إلى غيره. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه يا رسول الله من أحب الناس إلى الله، مين أكثر ناس ربنا بيحبها، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، الناس اللي بينفعوا غيرهم. طيب وأحب الأعمال إلى الله يا رسول الله، إيه أكثر الأعمال اللي ربنا بيحبها؟ ما قالش صلاة ولا صوم ولا أي حاجة من دي خالص. قال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. تقول خبر حلو لواحد تفرحه، تكبر بخاطره، تخليه يفرح، تخليه يسر، هذا من أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. سرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه كربة. مجرد أنك أنت ترفع حرج عن إنسان، تكشف عنه كربة، تساعده، هذا من أفضل الأعمال إلى الله. أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا، إطعام الطعام. ولأن أمشي أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة لي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الأعمال إلى الله ما كان نفعها يتعدى إلى الغير، مش قاصر. يا جماعة المسلم لم يخلق ليعيش بمفرده، إن هذه أمتكم أمة واحدة. الأصل إن احنا جماعة، أمة واحدة، والأصل في المسلم أن يعيش لغيره كما يعيش لنفسه. هذا هو الكريم الذي يتخلق بأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا لم تستطع الزكاة فقد فتح الله سبحانه وتعالى لك بابا واسعا وهو باب الصدقة، وفيه ثواب كبير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة أختم بيها بمناسبة رمضان، زكاة الفطر. زكاة الفطر أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده الصائمين طهرة للصائمين. إحنا بنخرج زكاة الفطر ليه؟ من أجل أن يطهرنا الله سبحانه وتعالى، ولأجل أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا، وأن يقبل الله سبحانه وتعالى منا. لكن بتحدث مشكلة عندنا كل سنة يا جماعة، نخرج القيمة ولا لا؟ نخرج فلوس ولا لازم حبوب؟ تمام؟ السنة دي دار الإفتاء حددتها ب30 جنيه للفرد، فيجوز إخراج الفلوس أو القيمة في زكاة الفطر، ما فيش أي مشكلة. ليه؟
الزكاة عموما يا جماعة قايمة على حاجتين أو فلسفتين. الفلسفة الأولى إغناء الفقير، سد حاجة الفقير. أنا بدفع الزكاة للفقير ليه؟ عشان أساعده، عشان أسد حاجته، أشوف هو محتاج إيه وأديله. فممكن الفقير ده يكون محتاج علاج فأجيب له علاج، مفيش مشكلة. محتاج طعام أجيب له طعام، محتاج لبس أجيب له لبس، محتاج حبوب أديله حبوب، محتاج فلوس أديله فلوس. ومن هنا أجاز السادة الحنفية رضوان الله تعالى عليهم إخراج القيمة في الزكاة عموما، يعني خرج القيمة من أي مال، من أي فلوس، من أي حاجة أنت بتمتلكها، المهم أنك أنت تخرج بس تشوف الفقير محتاج إيه. فالزكاة قائمة على فلسفة إغناء الفقير أو سد حاجة الفقير، وفي نفس الوقت قائمة على عدم التشديد على الغني. الإسلام مش جاي عشان ياخد من الناس فلوسها، مش جاي عشان يصعب على الأغنياء زي ما بعض الناس فاكرة، ده غلط. الإسلام كما يراعي حال الفقير في الزكاة والصدقة يراعي كذلك حال الغني. فسيدنا معاذ بن جبل لما راح إلى اليمن، لما ذهب إلى اليمن ليأخذ وليجمع منهم الصدقات، أتوا إليه بصدقاتهم عبارة عن حبوب، قمح وشعير وذرة إلى آخره، فقال لهم لا أنا مش عايز الكلام ده، ايتوني بكل خميص أو لبيس. خميص واللبيس نوع من أنواع الثياب كان أهل اليمن بيصنعوه، يعني أنا عايز بقيمة الحبوب دي الهدوم اللي عندكم. ليه؟ شو بقى فلسفة سيدنا معاذ اللي لفت انتباهنا للحتة دي، قال ايتوني بكل خميص أو لبيس فإنه أهون عليكم، يعني ده أسهل عليكم، أنتم عندكم ثياب كتيرة مش محتاجينها، وفي نفس الوقت عندكم حبوب قليلة محتاجينها، فهتلنا الهدوم فده أيسر وأحسن عليكم. هنا ملحظ دقيق من سيدنا معاذ بينبهنا ليه، إن إحنا في الزكاة لابد أن نراعي حال الغني، ما نشقش عليه، ما نضيقش عليه، يا كده ما ينفعش، لا بنشوف الحاجة المناسبة اللي يقدر يخرجها وبناخدها منه، ما فيش أي مشكلة خالص. ايتوني بكل خميص أو لبيس فإنه أهون عليكم وأنفع لفقراء المسلمين بالمدينة. إحنا عندنا حبوب كتيرة في المدينة مش محتاجينها، لكن أهل المدينة محتاجين إلى الثياب إلى الهدوم. فشوف الموازنة العجيبة اللي عملها سيدنا معاذ بين حال الغني وحال الفقير. فالزكاة كما جاءت لإغناء وسد حاجة الفقير، جاءت كذلك لتطهير الغني وعدم المشقة وعدم إيقاعه في الحرج. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الليلة المباركة أن يتقبلنا الله سبحانه وتعالى، وأن يعتق الله عز وجل رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ونسأله ألا يدع فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية، ونفع بكم يا رب العالمين. وكما تعلمون ضيوفنا الكرام أن الصحابة رضوان الله عليهم كان يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر ربما حتى يبلغهم رمضان، وبعد أن ينتهي رمضان يدعون المولى باقي العام أن يتقبل منهم الطاعات. وفي هذه الدقائق نرفع كف التضرع إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا القيام والصيام وخير الأعمال، ويهدينا إلى ما هو خير يا رب العالمين. نختتم هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله مع فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله. لا خلق أبدا يقدرها، تعظيما لرسول الله. يا رب صل على سيدنا النبي
وآل بيت سيدنا النبي أكرم بفضلك جمعنا واغفر إلهي ذنبنا واستر إلهي عيبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا يا رب يا أكرم الأكرمين ويا رجاء السائلين يا رب حبيبي يا سيدنا النبي نور الحسين جلا بنا الأرواح نور الحسين نور الحسين جلا بنا الأرواح ومقامه بالروض مسك فاح سبحان من جعل المحبة جنة برياضه وقبوله المفتاح اركض برجلك للمقام ملبيا غسل شريف للحبيب أباح يا سيد الشهداء يا بدر الدجى إني أتيتك سائلا مداحا اركض برجلك للمقام اركض برجلك للمقام ملبيا غسل شريف للحبيب أباح يا سيد الشهداء يا بدر الدجى إني أتيتك سائلا مداحا صلني بعفوك يا حبيب محمد صلني بعفوك يا حبيب محمد فأنا المعلق بالضريح سماحا ساح الحسين
الملتقى في فكرنا إسلامنا من حبه قد لاح ساح الحسين الملتقى في فكرنا إسلامنا من حبه قد لاح في الملتقى قلبي بقى في الملتقى قلبي بقى أوقافنا ترعى به الأرواح نظرت إلى روض النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه فقلت إذا كان الرياض منورا ما بال جوف الروض ما بال من به وما بال ترب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله خير الخلق وأحلاها جمع الصائمين وسقاها وعلى الكرار أبي الكرما وعلى الزغراء وأبناها اللهم استرنا بسترك الجميل وارأف بنا رأفة الجليل بالذليل بطيب المحيا وحسن الختام حياة وموتا على الإسلام سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. كان معنا في هذه الليلة ولهم الشكر والتحية فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد الشيخ أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة وفضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية جزاهم الله خيرا وكان معنا القارئ الشيخ محمد عبد البصير وأيضا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد شكرا لحضرتكم ضيوفنا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.